أكو في بعض الروايات أن الله يصلح أمر المهدي في ليلة، ليلة واحدة. وعلامات الظهور التي مذكورة في الروايات عندنا خمسة منها علامات حتمية، لكن بقية العلامات علامات يمكن أن يحصل فيها البداء، يعني الله سبحانه وتعالى يغير التقدير. إذا إحنا هيانا الأسباب الطبيعية الله يغير التقدير، لأن التقدير من وضعه؟ الله. إذا الله وضع ذلك التقدير يتقيد قدرة الله سبحانه وتعالى، مثل اليهود اللي قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة. إذا الله قدر شيء يعني ما يقدر يغيره؟ البداء هو هذا، الله يقدر شيء لمصلحة ثم يغير ذلك الشيء لمصلحة أخرى. الله قدر لك المرض زين، لكن أنت تستعمل الدواء، الله سبحانه وتعالى يقدر لك الصحة. الدعاء واحد يوجد في نفس القابلية، القابلية تبدأ من القليل. واحد يقول أنا وين أنصار الإمام وين؟ لا تقول هذا الكلام. أنصار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام واحد منهم وهب مسيحي أسلم، صار ليوم ين أسلم. واحد منهم الحر اللي عارض الإمام، ليش الجريمة اللي ارتكبت بحق الإمام جريمة كبيرة، أن يمنع الإمام ويصده وما يخلي أنه يضرب خيامة عند الماء، جريمة كبيرة جدا. ما تصور أنه واحد من فسقة المؤمنين من فسقة المسلمين والشيعة في طول حياته مرتكب مثل هذه الجريمة، لكن حينما تاب وأراد أن يوصل إلى تلك الدرجة الله سبحانه وتعالى قبل توبته وصل. لا تقول ما يصير، يصير. التزام بالواجبات، ترك المحرمات، بعض الأحيان التزام ببعض النوافل والمستحبات، هذه الخطوة أولى. الخطوة الثانية تزكية النفس، تطوير النفس. الواحد يحاول أنه نفسه يهذبها ويشذبها، أمر صعب جدا، لكن يمكن كما أمكن لآخرين.